قناة الدراما المغربية. Mais tu sais très bien de quoi je parle. Flous les chefurt. Flous les chefurt, c'est quoi cette histoire? Tu la connais très bien l'histoire. L'argent que j'ai détourné. L'argent que tu as détourné? Chauffe. Anna khak jib le machakil dialek. Ma amagni ma kunt nraf mkhlouet. Mkhlouet? Tchkoun fna, tchkoun. Tchkoun, tchkoun. Tchkoun minni. Tu me fais mal. Chadak lkhla'a. Hit hslouk. Anna ma amagni ma kunt kstek tkhoun. Ou la jaw le police sawlouni ma fkhbaghi hatta shi haja. Ou la mchiti lhabs, ghadi nطلب الطلاق. لا لا خرجي عليا
السلام عليكم. واحد جوج درهم ديال النعناع. اش واقع عاوتاني؟ ايوا دخل بعدا دخل. ياك لاباس؟ عييت اخويا عييت عييت كل ليله جاي سكران وما كان بالي غير انا قهرني بالعصا. معلوم لقاني حياه قصير ما عندي لا امي ولا با على من نشكي، والخو الوحيد اللي عندي عمر ما كيجي يدق عليا. واش كيحسب لك انا مسالي؟ راني غارق خدمه وكل ساعه مسافر، رانا ما كنريحش. ايوا اسمح لي يا خويا، انا كوني حساب لي انت مشغول هكذا ما كنتش نعيط لك. انا راه ما عندي غير الله وانت. وانا شكون اللي عندي؟ راه كله همو. واش يصحاب كاين شي واحد اللي خاطينو المشاكل؟ ودابا غير قول لي هذاك الرجل عندك اش بغيتي ندير ليه؟ نمشي نخلي ضربو ومن بعد؟ عندك الحق، ما بقى ما يدار. يا كل مره كتكون عندك شي مصيبه وكتعيط عليا كنجي او لا؟ ولكن هذا المشكل ديال راجلك راه ما عندي ما ندير ليك. راك شفتي شحال هضرت معاه، بحال كنكب الماء في الرمله. كون كانت اخت مراتك هي اللي عندها هذا المشكل كون جبرتي بحال ليك. ولكن معليش، كي كيقولوا الناس الاولين زمان طويل والبغله مشايه. تعطلت شري شي حاجه للدري. ما فهمتي والو، قريتي حتى عييتي وما فهمتي والو. الا كانت الخاوه عندك هي الفلوس الله ينعلبوها خاوه. ودابا ما نعطلكش على شغالك. على من كتسول؟ بغيت نشوف اختي كلثوم هي وراجلها سيفتي. ما بقاو ساكنين هنا. ها؟ تحولوا؟ ايه تحولوا. على انت زعما خوها وما سيق لها خبر؟ شنو الخبر؟ هادي 3 سنين باش مات ليها راجلها. مات؟ ايه مات مسكين، بصح ما قتلو حد، سببو غا الشراب الله يستر. اختي فين هي؟ ضروري خصني نشوفها، هادي مده طويله ما بقى عندي عليها اخبار. علاه انت خدها في الخارج؟ ها؟ ايه ما عرفتيش فين ولات سابنا؟ ما جات فين الدور العام على موت راجلها، تجاب لها ربي واحد الراجل مسكد ما فضلتو قدامك، تزوج بها وداها معاه لطاليان. كي شتي هو طالياني؟ طالياني؟ ايه طالياني مسكين. ومالا هي البركه بيه بالحق، راه سلم مسكين. شوف انا بغيت عنطلبك واحد الطليبه، راه عندي واحد الدري بيطالي كاع القرايه اللي عطا صدر ربي في الدنيا قراها وكاع الامتحانات دوزهم بالحق ما جابش شي. الله شوف اخنع لك عبد الله، لا كاينه شي كونطرا تا هو يمشي لطاليان. شو راه بحلاوتك ها ولي هو مالو اللي داوي مع منجا؟
فين كتعرفها؟ معك كندوي كتعرفها؟ وانت كتعرفيه؟ كنعرفو ما كيعرفني هو اللي لاصقني طوموبيل حيد بعدا هاد النظاظر مال كتسرع على اختي كتعرفها؟ لا غير سيبن عندك الزهر اليوم راشق عليا يلا غيب قبل ما نحسن لك دي معك واحد الجبيرات على ما نبلاصي طوموبيل نمشي اسمع الضريف اختك راه كازويه عندك حساب لك جايه من لهاد هاد العيب عندك قديم خصك الروسيكلاج انا ما عطي راسك الراحه انت فكيتي من داك معيكو ايوا انا رديت لك ساعه الخير وهني كيتا مون فرير ناري شحال واعره سته ودابا انا ما سر عزازين عليا البنات القفزات اللي في يديهم سورتو بنات البلاد اسميت بعدا سوحل على جميع البلاد Salut, vieux frère. C'est toi, c'est pas vrai. Passe toi. Oh, salut. Tiens le tour. Ça va, depuis quand tu as Y'a Allah, khirja de soir. Ah, c'est d'alhamdoulilah, la zlam. Ça va, kidé. Salut. Oh, tu es libre, là, maintenant. J'ai tout mon temps. Écoute, viens, on va prendre un coup. Avec plaisir. سربينا صاحبي طلع
ثلاثين. 5 ans. Ça a dû être dur pour toi. Là-bas, plus rien ne compte. Sauf ta survie. Ouais, je comprends. Non, tu ne peux pas comprendre. Amen. Elle dit Amen, mais je me prédis, j'ai chauffé à l'âge. Ouais, tu sais, rien de mal, le temps et le boulot. Et puis j'ai oublié de te dire, je me suis marié. Toi, marié? Et je la connais? Elle, je ne sais pas, mais tu connais bien son père. M'tihaj Kamal. Shkoun, le modir? Lui-même. C'est d'ailleurs pour ça que je ne peux pas t'emmener à la maison. Parce que tu sais, Baharat est content d'aller avec, mais là, d'Akshid. Et le patron ne verrait pas d'un bon oeil que je t'emmène à la maison. Ceci dit, tu sais, tu es mon ami. Et si tu as besoin de quelque chose, si tu as besoin d'argent, tu n'as qu'à me téléphoner. Tiens. Téléphone-moi au bureau. Tu as bien changé, mon ami. Mon vieil ami depuis le lycée. Celui que j'ai toujours sorti de la merde. Tu te rappelles? Yek mazal aql. Ou dabba wlit kanhashm bik. Parce que monsieur vit dans le confort. Mon quartier n'est safi, lianna wliti bikhir. Mais est-ce que tu te rends compte que moi je n'ai plus rien? Plus d'amis, plus de maison, plus de femmes, plus rien! Sois tranquille. Je ne te dérangerai plus. Tiens, ça c'est pour lui. Poum. اسمم طلع خويا الشيكار الله يعفو عليك. ادير الخير اما فرير راه كلشي فايت واخا غامي قوة واسمم
وحتى ماك اخويا غضبان واضرب لي في الجيب ياتيك الله ما في الغيب. راك غير كتصد راسك، ما عندك ما تسنى من هذا النوع ديال البشر. هو ليس منا، ما يكون غود القيد ويكون ولد القيد ولا ولد الوزير كاع. انا شغلي وملي ولد الأريبة، علاش جاي مضيق علينا؟ ها عندك الحق مون فرير، هذا راه دخلنا جن. هذه راه اماره من امارات الساعه، عرفتي اش يجيك مليح؟ خاصنا نستنطقو فدك. انا غادي نمشي عند دول القيد وغادي نسولو. اجي بعدين، علاش غادي نسول؟ كون عرفتي شحال من سؤال خصنا نطرحو على كاع دول القيد. اراكي سويتي واش يبغيو يجاوبونا؟ ما حدنا مبلين بهادشي، حنا ما عندناش كاع علاش نسولو، هما ما عندهمش كاع علاش يجاوبونا. عرفتي يجيك مليح، نكملو هاد الجريمه اللي بقات ونمشيو نسولو. اش دار لك؟ عندي فكره جهنميه هادي، وزيد والله ما فيا العظم اللي تحرك. فودتني وقالت لي ملاطفتي إن السفينة تقعد أمت على سفري. صحاب راسك الحمام وراه معاك كنهضر. إذا بغيتي تغسل راه عطا الله الحمام. دوندي فريز بس خصك العريان، عشان هاد الحال يخلي لي هذا. Thank you.
بالعافية ليك إن شاء الله. أنا كاينة شي كبدة؟ معلوم وعلى قبلك جبتها. على قبلي كاع. عبر شي 3 كيلو. واخا سي شي مخيخات هاد السلحاج؟ ديال اليوم. معلوم يلا جاو الصباح. يلا صوب لي شي 10. واخا سي هاد كاس الحاج 1020 درهم، قول غير 1000 درهم ما كاين بس ديالنا. الله الله يجيب الله يخلي بس الحاج. هاك ولدي هاك ولدي بالصحة والراحة سي الحاج. نعم. اش خاصك ولدي؟ سبق بعد المرأة بصباح يوفق. واخا لالا. كاينه العظومه. واش انا كنشري بالعظام؟ وانت 5 درهم العظام. ما بقاوش العظام. انا كاع ما كنتي كتهضر قبيله مع الحاج هكذا على بنادم شحال حقار. الحق ربي كبير اوليدي. عباس خليت الخدمه في البيرو كتسنى وجيت باش نتغدى معاك. خصني نفكرها غادي نخليك مش تلغدا حيت ما عنديش الوقت. وليدة واش عمرك شتي شي واحد وقف عند الجزار وشرا من عنده 100,000 فرانك ديال اللحم ودرهم ما يسخاوش به، واحد اخر مسكين ما لقاش حتى باش يشري رابعه، ولكن اش غنديروا نكفروا؟ ان الله فضل بعضكم على بعض في الرزق. عرفتي اشنو رزقنا نتغداو اليوم؟ القطبان الغنمي هذوك اللي عزازين عليك، ولكن عندك تبيعي بيا النعيمه بقي كان عقل. كنت صغير كنت قلتي لي ريحه الشوا كتفيق لميت من القبر، هو كان خاف غير لما لي الروضه يفيقون وليو قاسمين معاهم رزقنا. هذه الماء خصني نبدل حوايجها.
لاباس عليك. انا دابا غادي نحيد لك حوايج كون غسلتها. الوالده ما لقيتها غير هي. ماشي بعدا شحال مره قلت لك مابقاش عطا اللحم؟ ايوا هادي هي الشهوه الوحيده اللي بقات ليها، حتى هي نحرمها منها؟ لا سيدي، اللحم راه كيضرها، خصها من دابا تبقى تشرب غير الصبات الخضراء. اجي اش تقول لي دايره عليا طبيبه هاد الصباح؟ كون كنت طبيبه كون لاباس عليا، دابا غير تشد فيا وصافي. كاين شي ما يتكال؟ لا خلي هذاك الخبز. يابس جيب اختي الشفنج. اجي لانا غير تنضحك معاك، وزيدو ما عنديش وقت، عندي واحد الموعد اللي بغيت نهلا في واحد الخدمه. خدمه فين؟ كتيبه في واحد الشركه. على فراسك شبلي عندي الدبلوم ديال داكتيلو. داكتيلو دخلت عليك بالله، هذا دبلوم هذا دريس؟ راه كنعرفك انت جاي ديرك راه قبل الخدمه. غادي حرتو عليك شهر بنيتي، وفي الاخر يلوحوا جوج فرانك. وما احسن منا غير نقاتل راسي على مرات خويا ولا فرانك بلا زوج. غير هو خدام في فرنسا وانا مقابلها ليه. غيكون هاني، راني واخا نخدم عمري ما فرط في مزار. ضحك شادو هذا. علاش شحال بغيتي؟ على حتى نتوما ولات عندكم الطريفه. طريفه؟ بارك ما تغمقوا على عباد الله. واش انت خاسره طونت الفلوس في التقضيه وتجي تحكي عليا انايا؟ نعم ان شاء الله. جيب. مالك انت كتقطع لي فيها؟ مالك شكون انت باش تحكي على ولاد الناس؟ ها شكون انا؟ دابا نوريك شكون انا. شكون انت؟ معقده ونغيرك انت زوينه بعدا. طلق الباب، طلق الباب ولا باش نعيط لك على البوليس. البوليس؟ لقيني خاشي يدي في جيبك. ها؟ كوميسير ولا طلق مني. خلي خلي شي باش غادي يدير. انا شنو انا حشره؟ سرق الزيت. انا راه مواطن وطالب، كنوجد دكتوره في السوسيولوجيا. كتعرفي شنو هي السوسيولوجيا بعدا مدام الكوميسيره؟ ناسي الاستاذ فسرها لي شنو هي. وحيت انا ماشي معقد بحالك، معقده كنبورتي في المارشي باش نشري الكتوبه. خبيه على بشار كي داير؟ بشار عليك انت. اش كاين؟ اش كتفرج؟ يلاه خاص كل يزيد بحالاته. سير خاص يلاه الواد ما عندنا والو، غير كل يزيد بحالاته. ما تلقيني يا مدام خنمشي بحالاتي. عندي ما نقضي. العاطي الله. العاطي الله؟ لا تي اخوان شوف هذا العاطي الله. ليلي فو؟ ما كاينش كيفاش الويلا؟
هاك يا مدام، ها فلوس وها خلاصي. الله يعاون. في الشريمه ان شاء الله. في السم ان شاء الله. أنا من صبحت أكي لي قلت لكوك مرضي. وفين هاد الساندويتش يا بنادم؟ عجبونا في الكوار. هانت هذا بلد. يلا هادي عمين باش حطوا الكار. دابا إلا بغيتي تاكل خصك تشد السيرفيس وتسنى. والله العظيم اللي عطاتهم. هاد البلاد أخويا ما كتعطي غير البراني. روح على السلامة. هانت هذا بلد. بالموتان كيطيح 2000 درهم في النهار. غير بخ ون راس مالو مقلع خدام بعرك كتافو فلوسو حلال ماشي شفار. شكون اللي ما كيشفرش؟ كلشي شفار كل واحد وطريقته. ماشي شفار
اخي. اهلا صباح. شفتك خارج ليا فوديت. غير جابلك الله. اي جاب لي الله بصراحه. غير بغيت نترقب معاك شويه الناس. وشكون قال لك انا باغي نهضر معاك؟ ما قال لي احد، ولكن كان كيخصني نجرب باش نعرف. دابا جربتي وعرفتي وخليني الناس. والمشكله انا ما فياش النعاس، باغي نهضر. واش نهضر خصني مع من؟ وما قلت لك غير انا. شوف شي حد من صحابك ولا ما تهضر معاه. عندك الحق، ولكن فين هما الصحاب؟ كلنا في الهوى سوا ولدي. بعض المرات اللهم الوحدانيه ولا رفقت من والو. هادي عندك. ولكن نرجعوا للموضوع. الموضوع؟ ما فهمتش كان قصدك قبيله ملي كنا كنتعشاو. جاب لي الله بحال وقت فيا حسيفه، واخا عمرنا ما تلاقينا. علاش كحيتك تجالس مع شفار ديال بزاطم واللي زايده بالنميمه في عباد الله؟ اواه كولومبو خدام في لا ديستي، ودابا انت عندك دوسي عليا كامل. انا ما فراسي غير البودالي. انت اللي قلبتي عليا، اما انا ما طلبت منك والو. هادي تاهي عندك. خليني نقلع. جرات عليك المرا وما لقيتي فين تسكن. ولا ياك ما حتى انت ما هذوك اللي جاوا لكازا باش يدبروا على خدمه وتقطع بهم الحبل. صافي لقيتها. انت ما تكون غير ممثل وباغي تعيش الواقع ديال البيرسوناج اللي غادي تلعبو بحال لي زامريكا. لا ما تصدع راسك، يلا خرجت من الحبس. ياك ما علقتيها سكاع. اش كتشوف الافلام بزاف ياك؟ وكان موت على السينما. وعلاش كنتي في الحبس؟ اختلاس الاموال. بونجور مونامي، وحنا خوت في الحرفه. شتي التصاره فين كتوصل؟ وما تقلقش، كنضحك معاك صح. خمس سنين هذه باش ما بقاتش كتخرج لي الضحكه. وياك انا بعدا ضحكتك. واخا، ولكن الله يخليك خليني الناس دابا، راني عييت. انا غادي نمشي في حالي، ولكن لازم نرجع باش نكمل المذاكره. عجبتني التقرقيبه ديالنا معاك. موعدنا غدا. عندك البرد؟ طفي الضو وسد الشراجم. ايه كولومبو، كاع ما قلتي لي سميتك. سميتي المهدي. المهدي. وانا سميتي ادريس. هادشي علاش تزيدتي في خمس سنين؟ أكبر من ياك.
ولكن ما خصنيش نسبي كل شيء في رجاء، حتى انا عندي حقي من المسؤوليه في هذا الشيء اللي وقع لي. كنت معمي بالحب. كلكم روميو عرفتي اش غايجيك مليح، ما كتكمل كاع كاسك. بدل عنا الديسك اللي فات مات ابو مهدي. عندك الحق نتكلموا في شي حاجه اخرى. البنات مثلا اش دار لك؟ اوه صاحبي 5 سنين بازلك راك تزار. كنعرف واحد الحجة عندها شي بنات النقعة تمشي وعلى حسابي. لا ماشي اليوم، هاد الكليسة زوينة اجي. وما عندك حتى واحد من العائلة اللي تمشي تسكن عنده ولا شي صاحب؟ اختي كلثوم هي العائلة اللي عندي، ولكن تزوجت بشي طلياني وداها معاها. طلياني؟ ايه. والمشكل هو ما عنديش فين اتصل بها. كان عندي واحد الصديق ساعة مات. عرفتي اش غايجيك مليح؟ نوض يلاه معايا للدار، شوما نخليك تبات في الزنقة. نوض راني تعطلت. مرة أخرى إن شاء الله. شوف العنوان ديالي عندك، غدا نتسناك. يا ولدي ما عرفتيش فين كيسكن دريس؟ شكون دريس؟ ولد ام زهرة. ايه اجي انا نلعب فاس. مرحبا لك. اوبا مهدي دريس. لاباس لاباس. كل أزيد أبو مهدي والحشمان قيتيني يلا وجدت الوايدة ما تبقى خويك طباخ يا واحد عندنا داك الجوطية ولا خايف مش فرع يا خويا اللي خاف نجا ريح المدح وليدة. كنقدم لك صاحبي المهدي غادي يسكن معانا على ما يلقى سكنه. نعطيها ما تاكل، ما خصهاش تاخذ طوال الشحال. حضرت فيها اللحيمه. كبري شوية باش تبرى منتي بمنتي الحاج. لا مونتي كتعرفيني معزيز عليا. نشوف كتبكي دابا تبرى كلشي يولي كيف ما كان.
عاشورة. عاشورة؟ أميلي كنقدم لك صاحبي المهدي، غادي يجلس معنا تيلقى سكنة. نعيمة بحال أختي، وهي اللي مقابلة الوالدة. اسمحوا لي خصني نمشي نبدل الوزارة. حتى حنا نيت غادي. أجي. كما سولتك على الخدمة. خدمة الدوام وهي الكتاب الصحة. شتي جبت لك؟ شتي فين كيسحب الراس؟ المغرب هذا. با دو بيستون با دو ترافاي. إوا رجع في الله. بغيت نسولك الريس. فين يمكن لي نصبن هاد الحوايج؟ ومالك أصاحبي مزروب. لا لا غير عندي شي حوايج موسخين مابقاش عندي باش نبدل. خليهم لي أنا نصبنهم لك. بارك الله فيك أختي ما يحتاجش أنا نصبنهم. نايمة ما عندوش باش يخلصك مزلوط. معليش كنا مزلوطين تيكون عنده ويخلصني ياك المهدي. لا لي خطك اختي. مشينا كيف بقيتي يا ام وزارة؟ كي جاك المهدي صاحب دريس باين عليه ولد الناس ومربي، ولكن مسكين مزلوط. معليش هلا هلا قوم مهدي. جديد مع راسك فامي. انت ما نخافش عليك، عندك تغرك المضايق خويك راه قاري، عندك يسحب الكفو. نعم تحت في البكالوريا ويد قبض الشهاده ديالي وقال لي كادر علقها في وسط الدار. الله يرحمك ابا، كان كيسحبوا البكالوريا شي حاجه معلوم حيت يلاه كان قاري الحمد لله. قولي بعد سيدي دخلت لافاك ساعة الجو ما عجبنيش، قلت القراية وقوة الإضرابات. خدم لي الوالد في واحد الوزير راه هادري في السيمانة. الباترون ديال الكلب عمرو ما خلص الضريبة، نهار نزلوا عليه بمراجعة 120 مليون سد الوزين وجرى على البق. أنا جاي. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يحفظك اخويا، بغيناك دير لنا واحد التصوير انا ولامي ديالي. فكرة ماشي بروفيسيونيل، غير اماتور. ماشي مهم، جي كيف ما جات، ونخلص خويا دافونس. فين نخلي لك التصوير؟ عند باب ابراهيم. واخا صافي. باب ابراهيم خويا انت على حسابي. مهدي تصور انا وياك. الوالدة مسكينة شنو وقع لها؟ كي كيقولوا ما حدها تقاقي وهي تزيد في الويض. رجعنا عاوتاني للشوماج. واحد النهار كنت كنقلب على خدمة، رجعت لقيت الوالد وخويا الصغير ماتوا في كسيدة. الوالدة مسكينة ما تقبلات الصدمة. كيف شتيها؟ من ذاك النهار ما كتكلم ما كتوقف، وحالتها غير غادا كتزيد. بو مهدي بغيت نقول لك واحد السر عمري ما عاودتو لشي حد، ولكن ما تضحكش عليا. لا لا غير كون هاني. غير قول. عرفتي بلاش حتى شي نهار نعاودو لك اللي بغيتي تبقى على خاطري. الناس هنسي من هيك لبس ليك ما شعبك شفار
اش كتشوف؟ شوف هاهم الوراق ديال السي الحاج، نساهم وجيت نديهم ليه. اجي اجي دابا، كون كنت انا شفرك وراك ناعس. قابلوا الطونوبيلات تاع عباد الله وانتم كتعرفوا غير الخلاص. الشريف وخلي عندك الصرف ودعي معانا. كون سحبني كون جبت لك هذاك التصبيح والقريعه ديال المسك. دي حزول العظام ملي كيكون عندك شي صاحب اللي كتحلم مع الجلسه، ولكن دا صاحبي في الرياض تيدينا تبقى تبيع في هاد القشاوي حتى يحب الله. ايوا تسنى اثق بيا با مهدي، دير بحالي الحرفة ديالي ما فيها شوماج. ما تصورش شحال بنادم فريا، واش انت كتخدم ليه بالصدام وهو ها تقول مسحورين؟ راه ماشي شفار اللي مقلع، هو بنادم اللي مضبع. قول الله يكون في العوان، ساحرهم الزمان والخبز، ساحرهم هو الكرم والحانوت، ساحرهم قلة الخدمة، ساحرهم الظلم. هاد الفلسفة ديالكم جهدها عليا مون فريم. اسمع ادريس، انا دوزت قبل منك حقي في التخويط، وثيق بيا والله وامي غير معقول. وزعما هاد الملايرية اللي ولوا عندنا بحال الجراد تجروا فلوس الحلال، علاش حتى واحد فيهم ما داو للحبس؟ واش موظف كيربح 2000 درهم في الشهر وكيرولي في حديدة ديال 60 مليون؟ حتى واحد ما قال ليه من اين لك هذا؟ ولا حيت رجوله ولات حلال؟ وثيق بيا انت ابو مهدي، انت اللي غلط. صوب صوب فريع في التصور. دريس انا مشيت، ياك ما خصكم والو؟ لا. المهم هضروا بشويه مو زهره على العزا. عرفتي عندو؟ عطيتو ليها صافي، تصبحوا على خير. اسمحي لنا. نعم سيدي. بغيت نشوف سي ابراهيم ورزازي الله يخليك. واخا تسنى شويه. سي ابراهيم. السلام عليكم. مشات لك شي حاجه سي ابراهيم؟ ايه بحال اللي علمك الله. يلا لقيتني جيت من الكوميساريه، ولكن باش عرفتي؟ حيت لقيت داكشي اللي مشى لك. فين لقيتي؟ تحت واحد الطوموبيل ما بين الرويضه وتروتوار. وشوف شوف واش داكشي هو هذاك. الله يجازيك بخير، فلوس الحلال ما كيضيعوش. سبحان الله العظيم، شكون قال باقي هذا البستان غادي يتلقى؟ سبحان الله العظيم. الله يجازيك بخير. الليله مع الله تغدى معايا واختار انت الريستوران. الله يبارك فيك سي ابراهيم، ولكن هذاك الشيء اللي تخلص عليه في الريستوران عطيه لي فلوس. واه يعني محتاج حتى لهاد الدرجه؟ هاك سيدي ها الجزاء ديالك، ولكن لازم ما نتشاركوا الطعام.
الا سول عليا شي واحد انا غنكون هنا في ثلاثه. يلا بالله والنيه هما اللي جابوك لعندي. انا بديت كنعيا وخصني اللي يعاوني، وبصراحه ما غاديش نجبر مع حسن منك. ولا بغيتي تبدا الخدمه من غدا، ولكن بشرط تبدا درجه بدرجه. ما كرهتش نخدم السي ابراهيم، ولكن خصني نكون صريح معاك، ما خصكش تعول عليا حيت واحد النهار غادي نمشي لكندا. انت مازال بحال هذوك اللي كيفكروا في الخارج، راه ويل ويل ما كاين راحه، وفين ما هاجرتي تخلي طرف من صحتك. نصيحه لله، الا جبرتي فين تصور طرف الخبز بلادك ما كاين علاش تخويها. الله يرحم الوالده، قالت لك قطران بلادك ولا عسل البلدان. وراه كيف ما كبر شانك غادي تكون ديما غريب في بلدان الناس. وخمم مع راسك وقول واش باغي في راسك الخدمه. جاب لك الله ميزه تلبين يديك وغادي كتقلب على مولاه على وعدك وسعدك. ويلي يا عباد الله. انا كيخصني حتى نعرق ونشف عاد ندبر على همزه وبعد المرات على والو على بسطه مع عامر بالوراق وتصورت البنات ولا بالرسائل الغراميه. وانت جابك الله ميزه تغبي يديك. هاد المره عاود جي شاورني. دابا صورتي غدا طفرتيها صافي ساليتي واخوك راه دبر على خدمه. خويا سي ابراهيم عرفك كنتي في الكاتراز. صافي يلا يلا بارك عليك اليوم راك صحيح. يلا نجود سيدي انا عارض عليك. انا قتلني صاد نستناك برا. افين غادي ابا مهدي انا اللي غنختار الفيلم. منين تخدم في هذا الباتيسري جيب اخوك الملفي. كنموت على الملفي. ومال تحكرتي واش غادي يكون؟ صاحبي راه ميريكان ما كاين غير الدق والتشنديق. نيلي وتشوف سطان واش كيدير لهداك عزي. اش كيدير؟ راه نوريك اش كيدير ليه. هاك اسي عطاني 3 دراهم. ليش؟ باش ندخل السينما. انا ما كافيكش خصك 6 دراهم ماشي 3. ها عندي 3 دراهم ودابا 3 دراهم هي 6 دراهم. شكون اللي عطاك 3 دراهم؟ با وما لو عطاكش 6 دراهم كلها حيت ما قدينيش الفلوس. يلا يشري الحوايج. وهذا الفيلم هذا عزيز عليك؟ عزيز عليا شويه داك اللي واحد وعنده الساعه. سميتو؟ رومبو. رومبو كاين شي رومبو قدك؟ هاك اخي يلا سير 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 أروم سير. أبا مهدي والفيلم بدأ صح. مش كدري عندك هاد الصورة ويقول لهم شرطة. حتى أنا عندي واحد السر اللي ما عمري ما قلتو شي واحد. بغيت نمشي أدريس من النهار اللي تشديت في الحبس وأنا كنحلم بهاد الفكرة. وهاد التصويرة المشروطة هي اللي ما كتخلينيش ننسى. هو كيفاش غدير وانت ما عندك حتى الباسبور؟ شفتي هاد البوبر؟ واحد النهار غادي يمشي بلا باسبور. واش كتعرف اش كتقول؟ 3 ديال ولاد الدرب حتى هما بحال هاد الشكل ديال كانوا كيحلموا برا ويحرقوا في واحد الباطو. سلتو في الليل تخباو في فريغو ديال الباطو ديال الالمان وصلوا ولكن كونجلي بحال الحوت. كيف ما كان الحال لازم نمشي. بو مهدي كتعقل على واحد النهار كنت باغي نقول لك واحد السر اللي ما عمري قلته لشي حد ولاني كنت خايف لا تضحك عليا. علاش غنضحك عليك اصاحبي؟ قول قول. غير قول. كنحلم نولي ممثل ديال السينما بحال شفارزينيغر. وعلاش لا؟ الطوله هي هادي فورما وكدير الحديد وحتى الزعوريه. Thank you.
الاخر لكن الناس مزهره زاد على الحال ما عرفتش ندير لها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله صدقة وإلا فلا حتى هذا نظر المهم اللي تبغي المحل راه خاوي الله يجزيك سير الله يعاونك Thank you.
ما تصورش شحال ديال الفراغ خلات في حياتي، واخا كنت عارفها مسكينه غتموت. ودابا شنو ناوي دير؟ ما نعرف. على شي حرفة أخرى أدريس. شوف اسمعني مزيان اش غنقول لك أبا مهدي، ما فيا ما نخدم شي فور ولا عساس، عندي شفار كبير أفيق من القلب أبا مهدي، كل شي شفار. راك شتي بعينيك وإذا مسكينة ميتة وباش ندفنها حتى دورت مع أصحاب المقاطعات عطوني الرخصة، كل شي شفار. الحلوة اللي صاوبت. لا لا يخطيك، حتى انا وليت اختصاصي في صنع الحلوى. ولي علاش منو؟ تفضلي. جلس. لاباس؟ لاباس الحمد لله. فين دريس؟ لقيتيني كنتسناه مع عثمان وتعطل لي. دريس تبدل عليا، وليت خايفة عليه يمشي يدير شي زبرة. ما تخافيش، عمرني ما نخليه يديرها. المهم انا كنت بغيت غير نقول لي بلي لقيت خدمة. مبارك مسعود. الله يبارك فيك. وفاش؟ عند واحد الطبيب. بهذه المناسبة غتبقي تعشاي معايا وشد واحد الشيوة، دريس نخليه لحقه. ما تحركيش من راسك، أنا غنسربك. إوا سيدي سعدات لي غادي تاخدك. ياك بعدا. بسم الله. كنت كنقول اشعل هذيك التلفازه نسمعوا الخطاب اللي كيلقي الوزير على البرلمان باش يديو من النعاس. راه التلفازه حتى هي بعتيها نسيتي. وشكون سبابي؟ ها انت اجي ليا دبر على خدمه، شوف ليك شي حرفه اخرى، وانا ما بقى عندي ما يتباع. اجي على خاطرك يا بالله خدمت هاد البزطام. اجي فين هو؟ ما خدموش. اهو 20,000 فرانك اللي كانت فيه طبيتها هاك. وانا مي كازو مين تمشي لكندا. دابا تسيدي شنو دار لك؟ ديتي له فلوسو وعلى الاقل رد لك وقتو. كوارتو ها كوارتو ها طلق مني ياك قليل الخير. كترهني ياك حيت ما خليتكش تبات في الزنقه، حيت جبتك لداري تسكن معايا. ضربني
خرج عليا، خرج عليا من داري. ياه ياك با مهدي، هاي ضربني انا، ضربني يا خبزيك. اخرج عليا، خرج من بيتي. قولي كنت انا شفار جات معايا. شوف راسك انت، كان توفر لك كل شيء زيد ما احتياج الاموال. عندك الحق، ولكن انا خلص 50 من حياتي. اما انت امي زهره اللي كانت المبرر ديالك ماتت الله يرحمها، وانت باقي ما بغيتيش ترجع الطريق. النصائح، ركن المفتي، اخرج عليا، خرج. ولا لقيتيني في الزنقه ما تهضرش معايا، ما كنعرفكش، ما كنعرفكش. اسمحنا واحد دقيقة. مالك هاد الليلة نعستي في باب الفران؟ الحساس وصل الخبار. معلوم، راك تعرف الباترون ما كتخفى عليه حتى حاجة. يا كنت ساكن مع صاحبك؟ جرى عليا من دارو. وعلاش؟ ما يهمش علاش. كيفاش ما يهمش علاش؟ ماشي سوء تفاهم وصافي. وحتى إلا جرى عليا من دارو، حتى أنا نتساهل. شوف، غادي تسكن في المحل اللي هضرت لك عليه وأنا بين عليه السلام. المهم خلينا من هاد الشيء. يا كيف جاتك الصنعة؟ وانت كتشوف راني قريب نولي معلم. مزيان. عندي لك واحد المشروع. انا بديت كنعيا وولادي كتافهم باردين، واحد صيفطو يقرا برا تما بقى، والصغير مقابلي غير تصديت وتفلسيف، والبنت مزوجة بواحد ولد حرام قطع عليه غير متى نموت باش مراته تورث ويطب ليها فلوسها. الله يرضي عليك، هذا المحل هذا راه عزيز عليا بزاف ومقطر ليا من عينيا، بغيتك انت تقابلو. جيت عندك حيت خاطري عليا. واش عندك خاطر؟
اللي يمكن عمرنا ما باقي غادي نتلاقاو. قلت مع راسي حشومة نتفرقوا على بعض. ولكن علاش غادي نتفرقوا؟ ياك انت عارف تمشي لكندا نسيتي؟ لا دريس ما بقيتش غادي. وزيدون علاش غادي نمشي؟ عندي خدمة كتعجبني وجوج الأصدقاء انت وسي إبراهيم. إذا شنو اللي مازال غادي يفرقنا؟ الحياة تبقى ليك حياة تعطلت خاصني نمشي. ولكن كن هاني غادي تبقى دائما صديقي العزيز. دريس خالد لاباس؟ لاباس. شفتيش دريس؟ لا شحال هادي ما شفتو. عفاك كلمة ليا نعيمة؟ نعيمة؟ حتى هي ما كايناش مسافرة. مسافرة؟ يلا سير لاباس. ان شاء الله نزور بيت الله قبل ما تدخلني الصحه. اش ظهر لك برد مسعود؟ دابا يمكن لي نعول عليك ياك اولي. غير سير مرتاح سي ابراهيم، امور كلها غتمشى بحال اللي انت هنايا. انا غادي نخلي لك السوارت والكوغ ديال الطوموبيل هنا في المزرعه واللي نوصيك عليه الله يرضي عليك هما الخدامه تهلا فيهم. راك عاشرتيهم وعرفتي كل واحد والكانه ديالو. فكرتيني راه جاني الفاكس ديال هذيك الماكينه اللي غتجينا من المانيا، عندك نساها، الملف ديالها راه كله كامل هنا، والمسائل الاخرى ما كاين علاش نوصيك، راك خد بشغالك. غير كون هاني يا سي ابراهيم، الامور كلها غدوز بخير وعلى خير. نتمنى على الله. وخيرك عمري ما ننساه. مخلالكش لادريسة؟ لا مخلالك لا تليفون لا والو؟ والو صافي صرت لعب مع الدراري. صديقي العزيز دريس، إنني أبحث عنك منذ شهور دون جدوى. أين أنت؟ لماذا هذا الاختفاء؟ نعيمة هي الأخرى اختفت. بعد موت أم زهرة رحمها الله تفككت أسرتنا الصغيرة. لماذا؟ فأنا ذا أجد نفسي مرة أخرى وحيدا إذا ما استثنيت صداقة السي إبراهيم. كم أود أن أعيش مرة
ثانية. تلك الأيام السعيدة التي قضيتها في منزلكم معك أنت ونعيمة أم زهرة. سمعني براوتي الله جبهة في الشرق. ومهدي، أنا الآن في كندا وأول من أفكر فيه هو أنت. أرسل لك هذه البطاقة حتى تعوض بطاقتك المشروطة. كل شيء ممكن، والدليل أنني هنا. ليس لدي سكن قار، حالما أجده سأبعث لك بعنواني. فكم أشتاق للحديث معك. العظام أملك يكون عند الواحد شي صديق اللي كتحلم معه القزة. أخوك وصديقك دريس وقلو. ملحوظة، هذه البطاقة سرقتها، ولكن أعدك بأنها آخر مرة أسرق فيها. إيه بومادي، مفاجأة تنتظرك مني في الميناء يوم 14 مايو في 6 مساء. كن في الموعد.